انظروا شوفوا الكاملين الأخوة لبعض. من هو غائب؟ الأمير غائب. الأمور خاصة بالدولة والأمير يغيب يعني. يسافر دائما؟ اي طبعا في سفر. أمير الدولة مرهق يعني، مرهق الله يعينه، وبالليل نهار يشغل باله أمور الدولة وأمور الشعب. لا إله إلا الله. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال 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 من أين نبدأ؟ قبل كل شيء الأخ إسحاق أكمل القرآن ما هو وما تعرفه؟ نعم كمل. جمال القرآن قاعد على هذا أيضا. الجزء الثاني صفحة كاملة ونصف. الجزء الثاني بقية من الجزء الثاني وتتمة. هذا ما كمل. هذا يعني وصل الجزء الثاني. نعم. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. نحن قلنا في بداية الدرس الماضي أن الإنسان يبدأ من أين يبدأ؟ من أين يبدأ في رسمه يعني منهج رسائل النور؟ من أين يبدأ؟ ما ذكرنا هذا؟ ربما ما ذكرنا. نفس من نفسك أنت. حتى الأستاذ النورسي نفسه يذكر هذا، يقول يسأله سؤال: لماذا تؤثر رسائل النور في الناس كثير؟ فيقول لأن المواضيع الذي أو الدروس الموجودة في رسائل النور أولا أقنعت نفسي وأزلت وساوس القلب من نفسي، ولهذا أصبحت قوية. فهي ليست بصوت وليس بالميكروفونات وليس بالصور وليس بهذا، لكن المهم بصدق الكلام في المستقر في القلب. فلهذا نحن قلنا أولا، لقد سألتني بعض النصائح هذا كم مرة ذكر نفسي أربع مرات مع العلم خمس أسطر. معنى ذلك أن أهمية معرفة الأمر بالنفس أولا. أنا أفهم، المهم أنا أفهم، ليش المهم أنا أخطب أو ألف كتاب أو أكتب رسالة أو هذا شيء آخر جيد، لكن الأصل أنت تقتنع بها. هذا ذكرنا. ثم ذكرنا بسم الله، وذكرنا في بسم الله بعض الأمور. مثلا قلنا أن هذه الكلمة الموجودات ذكر جميع الموجودات. طبعا هذا كلام كبير، ذكر جميع الموجودات. جميع الموجودات يعني من أين إلى أين؟ يعني من الذرات إلى المجرات كلها تقول بسم الله. فهل سمعتم يوم من الأيام أي شجرة أو أي ورقة أو أي زهرة قالت بسم الله؟ سمعتم بهذا؟ من سمع بهذا؟ سمعتم؟ أنه يقول بلسان الحال. نعم، يقول بلسان الحال وليس بلسان القلب. لسان القلب هذا قد يكون باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفارسية أو الهندية وآخر، لكن بلسان الحال كل الكائنات تقول الله خلقني، الله أمر.
الله بعلم الله أنا أقوم بهذا الأمر. يمكن ضربنا لهذا أمثلة ما كذا؟ نعم. ثم ذكرنا موضوع الانتساب، شخص ينتسب وشخص لا ينتسب. من هو الذي لا يريد أن ينتسب لأحد؟ نفس الإنسانية. نفس الإنسانية ما تريد أن تفهم شيء، ما تريد أن تطيع شيء، حرة. فهذا الآن في الوقت الحاضر نرى هذا واضحا جدا في الناس وحتى في أولادنا. ليس مثل الأولاد السابقين يسمعون كلام أو يطيعون. النفس صارت شكل آخر على كل. هو قال أن فالمتواضع انتسب إلى رئيس والمغرور لم ينتسب. من هو المغرور؟ النفس. هو قال ماذا؟ يا نفسي المغرورة، يا نفسي المغرورة. ثم ذكر أن بسم الله كنز عظيم لا يفنى. أي كنز هذا؟ لماذا كنز عظيم؟ ثم لماذا لا يفنى؟ الكنز لازم يفنى. كبير بأمر بقدر هذه الغرفة إذا كان كله ذهب أيضا يفنى، وبقدر البناية أيضا يفنى. فإذا أين هذا الكنز العظيم الذي لا يفنى؟ أين؟ نعم. نعم، لأنه كنز، كنز الله. فغنى الله سبحانه وتعالى لا يفنى، لا يفنى دائما لا يفنى. ثم ذكر أن في الإنسان هناك شيئين، عجز والفقر. هل هذا خاص لي ولك أم للكل؟ دق الباب وبعدين تدخل. كيف الأبير يتخلف عن الأصدقاء، عن الشعب؟ كيف يتخلف؟ ما موجود عندك رحلة؟ ما موجود؟ شو من تلفونه؟ حضر، حضر. نعم، ذكرنا عجز والفقر. والعجز والفقر موجود في كل إنسان، سواء كان إنسان اعتيادي أمثال الله، وسواء كان في قمة الإنسانية والأنبياء والصالحين والأصفياء وغيره. مثال ذكرنا أن من الأنبياء، من قول الأنبياء الموجودة في القرآن الكريم، أنه جعل عجزه وفقره شفيعين عند الله. ماذا قال؟ أني مغلوب فانتصر. بعد كم من السنين؟ بعد ألفا إلا خمسين سنة. فقال أني مغلوب فانتصر. انتصره الله سبحانه وتعالى، نصره. ففتحنا عليه أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا، التقى الماء على أمر قد قدر. الله أكبر. بمعنى الإنسان بعجزه وفقره إذا توسل لله سبحانه وتعالى وتقرب لله سبحانه وتعالى وعرض نفسه ذليلا أمام الله سبحانه وتعالى، فالله ينصره. لا شك. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ماذا كان يقول؟ قال يا ربي إن لم تنصر هذه العصابة لن تعبد في الأرض. لكن هكذا عمل. توسل، تضرع حتى أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله، تعرفون القصة. وكذلك عندما رجع من طائف ماذا قال؟ إليك أشكو ضعف قوتي وقلة عائلتي. هذا كله شرح لي حتى إنه يصبح كل من عجزك آخر سطر، حتى إنه يصبح كل من عجزك وفقرك شفيعين مقبولين لدى
القدير الجلال الرحيم الجلال. ثم ذكرنا مثال، قلنا أن إذا يأتي الآن بوليس دخل هنا قال تفضلوا إلى الشرطة إلى البوليس أو دائرة كذا، فكلنا نقوم. لماذا؟ لأنه يمثل الدولة، قوته من الدولة ليس من عضلاته، هذا واضح. فإذا هو يمثل الدولة أو يمثل القانون فيمشي هذا. هذا المثال ولو بسيط نشوفه، لكن نرى أنه هذا ينطبق على كل شيء. وذكرنا مثلا جذور نبات وجذور نبات آخر، مثلا هذا جذر نبات قلنا الرمان، وهذا مثلا تفاح. الجذور تجتذب الجذور معينة، الذرات معينة، وهذه كلها متشابكة، لكن ذرات معينة تدخل لهذا وذرات أخرى تدخل في هذا، هذا يكون إيش؟ رمان، وهذا يكون. هل بقوة الجذور هكذا عمل؟ لا. الجذر إذا تأخذ إيش؟ حريرية، ما يقول حريرية، لكن مع ذلك الجذور تثقب الصخور كأنها مثل الدريل الموجود عندنا عندما نقصد، بسهولة باسمش، لأنه مرتبط بالله سبحانه وتعالى بقوة الله. هذا مجرد تذكير. أنتم إن شاء الله بالليل تجلسون مع الأستاذ المشرف الأخ اسمك الكريم نصير الدين القاسمي، نصير الدين القاسمي، نعم، نصير الدين القاسمي الأمير، وتتداولون هذا الموضوع، تقرؤون هذا، هذا ما افتهمنا، هذا والله صعب، هذا جيد افتهمنا، هذا ما افتهمنا، وهكذا بيناتكم مناقشات. فغدا إن شاء الله أسأل إذا كان موجود إشكال، الكل ما فهموا جملة أو كلمة أو لماذا قال الأستاذ هذا الكلام، هذا نشرحه مرة أخرى، وإذا كان فاهمين ما يحتاج نمشي. جيد؟ يعني بالليل وظيفة المشرف هو هذا معكم، ومناقشة جادة بينكم، وتكتبون كتابة بشكل مختصر أولا ثانيا ثالثا رابعا. جيد. أستاذ النورسي ذكر شيء آخر هنا مهم، وهو أنه ذكر إنما تتباهون به من صلابة وحرارة أيضا لا تعملان بنفسهما بل تؤديان وظائفهما بأمر آمر واحد. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن حرارة تأتي، نعم الشمس حارة، هل أن هذه الشمس تعرف النباتات حتى تعطي حرارة؟ تعرف؟ لا، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى. أو أن الحرارة تؤثر أو لا تؤثر، تأثير الحرارة هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. الآن سؤال بعد أكثر أو أسهل، أنا أريد أفهم شيء. الأخ اسمك؟ نعم أخ نعمان، أول واحد كلام يؤثر، لكن شرط كلام يؤثر عليه؟ لا، قد يكون هو مشغول بشيء آخر. فإذا تأثير كلامي الذي يجعل في كلامي هذا تأثير هو الله سبحانه وتعالى. فإن كنت أنا مخلصا كاملا إلى الله سبحانه وتعالى هذا الكلام يؤثر، وإن كنت أريد أن يسمعون كلامي وأنا بعدين أعمل هذا الكتاب وأخطب بالناس وأقول لهم قلت لهم كذا، هذا بها شائبة. فالله سبحانه وتعالى ما يرد إلا الخالص. حتى كلامنا قد يكون بعض الأحيان نجرب على في الناس أصغر منك أو أكبر منك أو صديقك تريد تبلغه شيء ضعيف، وموجود هذا عندنا. طبعا احنا نحيل هذا الى يجوز كلامك، لا، التأثير ما
إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه لا مؤثر في الكون إلا الله، لا مؤثر في الكون إلا الله. إحنا ماذا قلنا؟ من الذرات يعني هل تتحرك الذرة بكيف؟ إذا تريد تتحرك، إذا ما تتحرك على كذا، لا، بأمر، كله بأمر. وصلنا بالأخير إلى نعطي لله وناخذ لله، ما كذا؟ نعطي لله وناخذ لله، ما ذكرنا هذا؟ كيف؟ ما معنى نعطي لله وما أخذ أخذ لله؟ ماذا ذكرنا؟ لوجه الله، لوجه الله، يعني أنا أعطي لأجل أن أتكبر أمام الناس، أنا أعطيت فلانك، لا، هذا الله سبحانه يمنعنا من هذا لأنه فيها أذى، ما يقول هكذا، لا تتبعوا صدقاتكم بالمن والأذى. كذلك الآخرون إذا كانوا يعطوني شيء، إذا كان أشعر أو أشم أو أتحسس أن هذا يعطيني لأجل شيء ليس لله، فما أقبل منه، ما أقبل منه. سيد هذا؟ أذكر لكم خاطرة هامش للموضوع. كنت مرة في المغرب، أستاذ الله يرحمه اسمه عبد السلام هراس، أستاذ قدير، أخذني إلى مدرسة كبيرة وموجود ناس يعني للدروس، والنساء كذلك موجود لكن في طرف آخر. على كل عملنا درس لموضوع قرآني، كلام حول رسائل النور، وسأل سؤال، قال أستاذ إحسان يعني أنتم ما شاء الله تقومون بأعمال وطبع ونشر رسائل النور، يعني ما موجود من دول أو الدول أي دولة كانت تعطيكم شيء؟ قلت والله، والله بالله تالله، لا فلس ولا مليم ولا قرش ما نأخذ من أحد قطعا، إذا موجود عندنا نعطي، إذا ما موجود نروح نأخذ من دولة ومن هذه الدولة نبني مدرسة ثم نبقى تحت ضغط هذه الدولة حتما. لا، ابني مدرستك بالطين، لا تبنيها بالطابوق والذهب، لكن ابنيها خالصا لنا. فهو أتى ربط على ظهري قال بارك الله، ولهذا دعوتكم ناجحة. فالنجاح ليس ب كبر المدارس أو كبر القبب أو كبر البنايات ولا بكثرة الطلاب، لا، بنجاح به كم هو هذه الدعوة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وعندنا أمثلة كثيرة على هذا، أمثلة جدا كثيرة، حتى أن أحد الصحابة في ساعة العسرة أخذ حفلة من تمر، مكان تمر، هذا رصيده في البنك هكذا، هذا الموجود أتى، منافقين بدوا يقولون يردون يحون الحرب مع الروم بحفلة تمر، يستهزؤوا به، والله سبحانه وتعالى أنزل سورة آية على هذا، تذكرون هذا. فمعنى ذلك الذي يعطي لله نأخذ، والذي لا يعطي الأهل. وأنا ذكرت أنه أنا سمعت أنه في ديوبند أول ما أسسوا الجامعة هكذا كان، نأخذ من الناس ولا نريد لا من الحكومة البريطانية ولا غيرها، لا، الناس زكاتهم صدقاتهم يعطون أهلا، لكن بشرط لا يتدخلوا. هذا الشيء جميل، جميل جدا. ولهذا إلى الآن كم سنة صار؟ قريب 100 سنة، أكثر من 100 سنة، ها؟ 50 أو 100. فعلينا أن نقول أيضا بسم الله، ونعطي بسم الله، ونأخذ بسم الله، وعلينا أيضا نرد أيدنا غافلين الذين لم يعطوا بسم الله، أعطوا لشيء آخر. سؤال،
فإننا نبدي احتراما وتوقيرا لمن يكون سببا لنعمة علينا، هذا شيء فطري. أي شيء واحد يجيب هذا الماء شكرا، نقول له شكرا. فيا ترى ماذا يطلب منا ربنا الله صاحب تلك النعم؟ صاحب تلك النعم بعضها لو كلها، كلها، كل النعمة ومالكها الحقيقي. الجواب أن ذلك المنعم الحقيقي يطلب منا ثلاثة أمور ثمن لتلك النعم. ما هي الأمور؟ الآن أنا أريد أشرب ماء. هذا الماء أول ما أبدأ بسم الله، وأنهي بأي شيء؟ الحمد لله. لكن الذي ينقصنا كلنا أنه نفكر ما هو هذا الماء؟ كيف هذه نعمة عظيمة؟ من أين هذا الماء؟ من أين؟ الله أعلم. هذا إذا تفكر تقول هي هذا ختم من الحنفية، لا، الله أعلم من أي غيم، من أي بحر أتى، من بحر الهند، بحر العرب، بحر الأطلسي، هند الهادي، والله أعلم، ما هكذا؟ لكن الرياح بأمر الله سبحانه وتعالى والسحاب وهكذا إلى أن صار. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزن؟ تفضل السحاب، صح للسحاب يا سحاب أمطر اسمع كلامك. لا، كلام الله. فإذا فكرنا بهذا الشكل عند ذلك نعرف أن هذا الماء معجزة، معجزة من المعجزة، لأن كل ذراته كل جزيئاته بأمر الله أتى صاروا. ثم شيء آخر، يدخل هذا الماء إلى الجسم، أين يذهب؟ إلى كل جسم. الله أكبر، نحن نأخذ للمعدة لكن يذهب للمل الرأس، للرجل، لليد، لكل كل للدم، لكل مكان. وعند ذلك يصفي المواد ويذهب المواد إلى آخره من الأشياء كثيرة جدا. ماذا يقول الأستاذ هنا؟ فبسم الله بدءا هي ذكر، هذا واضح، والحمد لله ختاما شكر، هذا واضح، وما يتوسطهما بين هذا وبين هذا هو فكر. هذا الذي ينقصنا نحن هذا فكر. أي ما هو الفكر؟ التأمل في هذه النعم البديعة، التأمل في هذه النعم البديعة. كيف نتأمل؟ والإدراك بأنها معجزة قدرة الأحد الصمد وهدايا رحمته الواسعة. تفضل، هذه هدية من الله لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهذا التأمل هو الفكر. الآن يذكر شيء غريب لطيف، ولكن أليس الذي يقبل أقدام الجندي الخادم الذي يقدم هدية السلطان يرتكب حماقة فظيعة وبلاهة مشينة؟ يعني الآن واحد أتى هذا الماء إلي، إيه والله خبل إيده أنا، معقول؟ ما معقول. لماذا ما معقول؟ ما هو الذي عمل الماء؟ هو الذي صنع هذا الماء؟ هذا ما من الذي صنعه؟ والله سبحانه وتعالى، فالشكر له. كذلك أنتم تأخذون رواتب، سواء مدير المدرسة أو معاون أو محاسب يعطي، هل قبلتم يد المحاسب؟ لا، لأن ما وراء هذا خادم يأتيك هدية تتقبل يده؟ لا. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن السبب ليس هو الفاعل. هذا اللي يقصد الأستاذ، هو السبب ليس الفاعل، السبب هو مسبب الأسباب، والله سبحانه وتعالى، فالشكر له. والله نعم، الشكر لهذه الرياح التي أتت، والشكر لهذا الماء الذي أتى، هذا شكر الماء. إيش ماذا يقول؟ يرتكب حماقة فظيعة. إذن فما بال من يثني، يثني معناه إيش؟ يمدح، نعم،
يحمد على الأسباب المادية الجالبة للنعم، الجالبة للنعم. فتحت الصنبور وطلع ما إيه والله هذا كله من هذا الصنبور. هل هكذا؟ الجالبة للنعم ويخصصها بالحب والود دون المنعم الحقيقي. من هو المنعم الحقيقي؟ ألا يكون مختلفا بلاءة أشد منها ألف مرة؟ طبعا. فيا نفس رجعنا إلى نفس، إن كنت تأبين أن تكوني مثل الأحمق الأبلة فأعطي بسم الله. عندما تعطي لا تعطي للمنية ولا تعطي لأجل شيء، أنتظر هذا يمكن في المستقبل يفيدني بشيء، فلوس كذا أو هذا ابنه كذا أو هذا أبوه كذا يستفيد منه، لا 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 أعطي لله، هذا ليس وخذي بسم الله وابدأي بسم الله وعملي بسم الله. هذا كلمة ولا بسيطة، اعملي بسم الله، هذا جدا مهم. كثيرون من الناس يعملون للحزب، يعملون باسم الدعوة الفلانية، باسم الجماعة الفلانية، باسم العشيرة الفلانية، باسم مدينتنا، لا، اعمل لله. نعم اعمل للمدينة، اعمل للشوارع، اعمل لكل شيء، لكن النية لله سبحانه وتعالى، القلب معلق بالله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قلبه معلق بالله. فإذا من بسم الله افتهمنا هذا، لكن بالليل عندما تجلسون مع سيد الأمير تناقشون هذا مرة أخرى وتهضموها جيدا وتكتبون تقرير جيد. ممكن إضافة؟ نعم تفضل. الأستاذ يذكر في اللمعات في موضوع بسم الله يذكر نقطة مهمة جدا، أردت أن أضيف هذا. الأستاذ يقول هناك ثلاث خواتم لربوبية الله تعالى، ثلاث. ختم الأول على مجموع الكون، ختم الألوهية. الختم الثاني على سطح الأرض، ختم الرحمانية. الختم الأول أولا الألوهية، الله تعالى جعل جميع الموجودات الشمس والقمر والكواكب كلها متعاونة في تعاون، في تجاوب، في تساند، ألوهية. والختم الثاني ختم الرحمانية على سطح الأرض، رحمانية الله تعالى تحيط بجميع المخلوقات على سطح الأرض، هذا ختم الرحمانية. والختم الثالث على وجه الإنسان ختم الرحيمية، رحمية يعني رحمة خاصة متوجهة للإنسان من دون المخلوقات الأخرى. يقول الرحمن الرحيم يشير إلى هذه الأنواع الثلاثة من الختم. يعني أنا عندما أشرب ماء أقول بسم الله الرحمن الرحيم، معناها أنا أشرب هذا الماء باسم من سخر أجرام الكونية بتعاون وتساند. لولا هذا التعاون والتساند ما كان يحصل الحياة في الأرض. إذن لا أستطيع أشرب هذا الماء إلا باسم الله الذي وضع سكة ألوهيته، ختم ألوهيته على مجموع الكون. وأيضا الرحمن الذي أسبغ رحمته العامة على جميع الموجودات، لولا هذه المخلوقات رحمته عليه ما عليها ما كنت أستطيع أنا أعيش أصلا، وما كنت أستطيع أحصل على هذا الماء. وأيضا الرحمية، الرحمة الخاصة المتوجهة للإنسان كما ذكر الأستاذ حسان، يعني هذا الماء عندما أشرب لولا هناك عناية خاصة توصل الماء إلى مكان المناسب، لو ذرة واحدة منه ذهبت لمكان النفس قد نختنق. يعني إذن هذا الماء لا يكون لي رزق ولا يكون لي نافعا إلا
باسم الله الرحمن الرحيم. يعني هذا التذكر في الحقيقة ذكرنا باسم الله الرحمن الرحيم لننتبه لهذه الأنواع الثلاثة من ختم الربوبية الله تعالى. هذا يعني نقطة مهمة جدا قدر المستطاع. عندما نفكر في هذا يعني في كلمة واحدة ممكن نظرنا يجول في تفكر في مجموع الكون، في أيضا في سطح الأرض، رحمانية الله تعالى العامة على جميع المخلوقات التي تدبر برحمة الله تعالى الواسعة، وأيضا ننتبه إلى رحيميته المتوجهة للإنسان خاصة. يعني هذا التوجه، هذا الامتنان يكون يعني أي لقمة، أي كلمة أتكلمها، كلمة هذه الكلمة هل تخرج، هل ممكن تصل لولا هذا النظام في الكون، لولا رحمانية الله تعالى على المخلوقات كلها أنا ما أكون موجود. لو نقص نوع واحد من الأرض، نوع واحد، ومثال الأفعى نحسبها مضرة جدا، لو نقصت الأفاعي فقط من الأرض أنا حياتي تتضرر. يعني كل الأنواع تدار برحمانية الله تعالى العامة، وهذا ما حياتي تحصل بهذه الرحمانية أيضا، ولا تدوم إلا برحميته الخصوصية. يعني عندما نقول بسم الله في أي شيء، بسم الله الرحمن الرحيم، يمكن ننتبه لهذه الأنواع الثلاثة من ختم ربوبية الله تعالى. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. الأستاذ إسحاق ذكر لكم القرآن ما هو ما تعرفه. هذا تعريف غريب، غريب جيد ما شاء الله، غريب، لأنه التعريف الاعتيادي الذي معروف أنه كتاب الله المنزل إلى قلب محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، لكن لا يحرك شيء في الداخل. ولهذا مع الأسف الشديد نرى كثير من الناس ينظر للقرآن كأنه كتاب نعم هذا كتب موجود وهذا كتاب، هو كتاب لكن كتاب الله هذا شيء آخر. فلهذا يعني أظن كمل هذا الفقرات كلها ما كذا؟ أنا أظن فقرة سطر واحد هذا، نحن دائما نؤكد على هذا خاصة للطلاب الذين يدرسون العقائد في الكتب القديمة. هذا يقول وكذا هو القول الشارع والتفسير الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع. شفتوا هذا جدا مهم. مع الأسف الشديد في كثير من كتب العقائد موجود مجادلات، معتزلة قالوا كذا، الكرامية قالوا كذا، أهل السنة قالوا كذا. أنت في تريد تفهم الله سبحانه وتعالى، عظمة الله سبحانه وتعالى عليك يدخلك في زوايا، في عقول، فلسفة قالوا كذا، قال فلان، قال كذا، هذا رد علي فلان، تدخل لمعركة ما إلى نهاية. ذوق العقيدة هذه بدل ما تكون انشرح القلب له، انشرح الصدر له، تجد أنه صار مناقشات مجادلات، وبالامتحان يمتحنون الطلاب في هذا، وهو يحفظ ما قالته المعتزلة، ما قالته الفلانية وفلانية، ضاعت العقيدة. مع الأسف كتب العقيدة القديمة موجود بهذه، لكن الأفضل كتاب الله سبحانه وتعالى. ماذا يقول؟ وكذا هو، من هو؟ القرآن القول الشارع. تريد شرح أكثر أحسن من القرآن؟ تريد هذا؟ طبعا. والتفسير الواضح والبرهان القاطع والترجمان الساطع لأي شيء، لذات الله وصفاته وأسمائه. الله سبحانه وتعالى يقول ويصف نفسه لنا ليس كمثله شيء، انتهى. وإذا قال ليس كمثله شيء أنت بعد ذلك تقول لا كان هكذا، هذا كلام، هذا فرق، كلام فرق. يا
يعني على سف صار هذا في تاريخ الإسلامي ودخلوه في الكتب ويدرس الآن، يمكن حتى في العقيدة الطحاوية وفي غيره موجود هذه المجادلات على سف على سف. الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ هو وله المثل الأعلى عنده، لله ما في السماوات وما في الأرض، ما في العربية ما إيش يشمل الكل انتهى، يعني من الذرات إلى المجرات، ما في السماوات وما في الأرض، فهو ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، نعم كيف يشاء. نحن مع الأسف وقلنا سواء أردنا أم لا دخلت أمور فلسفية عقلية محضة يعني جامدة، بحيث أن القلب الذي يريد أن ينشرح ضغط على القلب والقلب ينقبض، بدل ما تطلع من درس العقيدة أنت الله تتنفس النسيم العقيدة، أنت تتنفس المجادلات والمناقشات. لكن لو كان قرآنيا ما كان هكذا. هذا أنا أخذت هذا، أين وصلتم؟ إلى تتمم هذا في الحقيقة الجزء الثاني رائع رائع جدا. أنا أتذكر أول ما قرأت صار عندي دهشة، أي كلام هذا، أي كلام، لأول مرة أقرأ. ماذا يقول؟ أن القرآن قد نزل من العرش الأعظم، من الاسم الأعظم، من أعظم مرتبة من مراتب كل اسم من الأسماء الحسنى. أنت تقول كلام الله، كلام الله، آمنا كلام الله، لكن من هو هذا الله له الأسماء الحسنى؟ ما كذا؟ الله على كل شيء قدير، عليم بكل شيء، خبير بكل شيء، أحاط علمه كل شيء، هذا هو الله. يا الله كأنما تتكلم هذا فلان، فمع الأسف كلام هذا، لأن في قلوبنا وفي قلوب السامعين عموما وفي عقولنا ما موجود عندنا كيف نعرف الله، فلهذا هذا الكلام يكون بارد، وعند ذلك نرى المصحف يعطيني ككتاب يرجو. هذا نزل من العرش العظيم، من الاسم العظيم، فهو الآن يشرح ما هو عرش الأعظم، اسم الأعظم، ما هو هذا، يشرح. فهو كلام الله، نعم كلام الله، لكن بوصفه رب العالمين السابقين واللاحقين ومن الذرات إلى المجرات، ما موجود شيء يتحرك بكيف، وهو أمر الله، أمر الله، كلام الله ثم أمر الله بوصفه إلى الموجودات. الآن دخل بها جميع الموجودات، حتى الذرات، حتى التراب، حتى حتى. وهو خطابه بوصفه خالق السماوات والأرض، خالق أي سماوات، كم سماوات، سماوات سماوات سماوات، سماوات. الله أعلم. شوف هذا اللطف هنا، اللطف، لطف جدا جميل، جدا جدا. وهو مكالمة، مكالمة ماذا عنا؟ يعني يتكلم معك ويأخذ سمعك ويأخذ، وهذا مكالمة؟ يعني أنت تتكلم هو يتكلم، مكالمة، مكالمة سامية، سامية يعني مقدسة، سامية بصفة الربوبية المطلقة، يعني الله سبحانه وتعالى يتكلم معنا بصفته، بصفته رب العالمين. من أنا؟ من أنا؟ يعني تصور مثال، الآن يأتي رئيس الجمهورية ويتكلم معك، تنتعش رئيس الجمهورية، الله رئيس الجمهورية بالنسبة لرب العالمين وهو يتكلم معك القرآن، هذا ما هو هذا؟ كلام الله. وهو خطاب أزلي
باسم السلطنة الإلهية الشاملة العظمى، وهو سجل الالتفات والتكريم الرحماني النابع من رحمته الواسعة المحيطة بكل شيء. ما هو تكريم الرحماني؟ الله سبحانه وتعالى، انظر الآية الكريمة تبين لنا هذا بشكل تنتبيل. أي آية؟ ولقد كرمنا بني آدم، هذا واحد. كرمنا بني آدم، الله كرمك وأوصلك إلى حق، إلى حقيقة، إلى مستوى بحيث يتكلم معك. ماذا يقول؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر. الآن كلام الله تحول إلى حروف قرآنية جميلة أمامك، تفضل وأنت تتكلم بها. الله الله، الإنسان يعني تصور خطر أو تصور صعب علينا، كلام الله لكنه يسره لنا، ما كذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، فهل من مدكر. ثم يقول مجموعة رسائل ربانية تبين عظمة الألوهية، إذ في بدايات بعضها الرموز والشفرات. ما هي هذه بدايات ورموز والشفرات؟ تعرفوا؟ ألف لام ميم حام ميم عين سين قاف، إيش هذا؟ هذا رموز، هذا بلا تشبيه، بلا تشبيه، بلا تشبيه، شبيه ب في الإنترنت أو في استعمل في البريد الإلكتروني، كل واحد عنده كلمة سر، ما موجود؟ باسورد، سميه باسورد، هذا خاص لك، ما تعطيه لأحد، تعطيه لأحد؟ إلا إذا كان خصوصي جدا، جدا خصوصي، لكن للآخرين لا. فهذا شبيه لهذا الباسورد. الرسول يفهم ما هذا، يفهم معنى حاميم، حتى في غزوة أحد كان كلامهم كلمة السر الموجودة كان يسموه حاميم، حاميم بدعو بهذا السر ما نعرف رب العالمين. فلهذا ماذا يقول؟ تبين عظمة الأولية إذ في بدايات بعضها رموز وشفرات، رموز وشفرات. فإحنا نقرأ، إحنا نعرف هذا كلام الله، لكن هناك مستويات معينة من الأولياء الصالحين والعلماء الكبار يفهمون بعض هذه الشفرات، أو يقولون هذه شفرات معينة مثلا، باسورد خاص. وهو الكتاب المقدس. مقدس ماذا معنى؟ مقدس مقدس، هذا شيء مقدس يعني منزه عن كل خطأ أو عيب أو نقص. الذي ينثر الحكمة، نازل من محيط الاسم العظم، ينظر إلى ما أحاط به العرش الأعظم. فهل هناك شيء خارج العرش الأعظم؟ حاشا، الله محيط بكل شيء. ومن هذا السر اتخاذ القرآن الكريم ويطلع عليه دوما ما يستحق من اسم، وهو كلام الله. الآن شرح ما معنى كلام الله، كل هذا صفحة وهذا كله توصل لهذا. فكيف نفهم احنا ما هو القرآن؟ القرآن كلام الله المنزل. بعد هذا الشرح، وتأتي بعد القرآن الكريم الكتب المقدسة الأخرى، رسائل الأنبياء وصحفية، طبعا تورات والإنجيل أصله مقدس، لكن إذا صار بعدين تحريف هذا بعد آخر، لكن أصل التورات مقدس، أصل الإنجيل مقدس، وأصل الصحف مقدسة. فكذلك هذا تأتي، لكن عين سين قاف بها رمز، بها أشياء ما نعرفها، مستوى يعني مثل إيش؟
لا تطول كثير. مثل ما يأتي واحد يعرف كيمياء أو يعرف رياضيات يكتب H2O. إيش H2O؟ هو ها أو ها 2O تقرأ هكذا ويقول هذا ماء. كيف ماء؟ ما معقول هذا ماء؟ كيف ماء وهو ماء؟ فهذا كحسب المستويات. يعني نحن لا نعلم، لكن الآن يجي واحد بالرياضيات يقول X يساوي كذا كذا كذا، ما تعرف. وإذا يقولوا لا هذا قنبلة ذرية، الله الله كيف قنبلة ذرية إلى آخره. فهذا أشياء فوق مستوانا. فلهذا أستاذي يسميها شفرات. قد يكون علماء مثلا محي الدين العربي، غلبت الروم في أدنى الأرض ومن بعد غلبهم سيغلبون، استخرج من هذا أشياء، هم يفهموا أشياء. احنا هذا مستويات ما نعرف. كافي، نصل إلى جمال القرآن. مع الأسف نحن جمال القرآن نفهمه بالبلاغة فقط، ما هكذا؟ منذ الزمخشري إلى الآن ناس يتكلمون بالبلاغة كأنما جمال آخر موجود. حاشا حاشا، موجود بلاغة لا شك، لكن موجود أشياء أخرى كثيرة جدا غير البلاغة أيضا. شوفوا هذا كلام عربية الأستاذ نفسه، ماذا يقول؟ ولقد شاهدت، ولقد، لقد هذا للتحقيق، شاهدت يعني أنا شاهدت أن مشاهدة جمال القرآن تابعة لدرجة سلامة القلب وصحته. يعني ذكر لدرجة علم الإنسان ببلاغته؟ لا. ذكر لدرجة علم بالعلوم الفلسفية والعلوم الأخرى؟ لا، وإنما سلامة القلب وصحة القلب. لماذا؟ فمريض القلب لا يشاهد إلا ما يشوه له مرضه. الإمام البوصيري ماذا يقول؟ تعرفون البوصيري نهج البردة، البردة بردة 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 المديح، ها؟ ماذا يقول؟ قد ينكر المرء ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم. أنت إذا عندك في العين شيء تنكر ضوء الشمس، وعندك مرض تشرب الماء الزلات، ما موجود هذا عندنا؟ هذا ذنب الماء ولا ذنب فمك؟ قد ينكر المرء ضوء الشمس من رمد، رمد يعني بالعين يعني مرض العين، وينكر الفم طعم الماء من سقم. موجود مرض هنا. فكذلك نحن، أنا في قلبي غيبة وعجب وغرور، هذا أمراض، وأريد أفهم القرآن وحلاوة القرآن وجمال. هذا أين أنت؟ أنت مرآة قلبك وساخات طين ما طين، كل هذا، هذا وين يبين هذا المرآة؟ ما تبين. فمتى ما صار هذا نظيف لمع، عند ذلك تضع القرآن. صحابة الكرام كانوا هكذا، كانوا هكذا. فأسلوب القرآن والقلب كلاهما مرآتان ينعكس كل واحد في الآخر. القاعدة في الرد على الشبهات هذا جدا مهم، لأن أسلوب الأستاذ في القاعدة على رد الشبهات يختلف عن أسلوب أي عالم آخر. علماء الآخرون ماذا يقولون؟ يقول قال فلان مستشرق مثلا أو كذاب واحد يقول كذا كذا، ويرد عليه أولا ثانيا ثالثا رابعا خامسا. لكن أنت قلت كلام الشبهة، أنت ذكرته، فأنت ما تذكر يدخل في القلب شيء. فإذا ما تمكنت أن تزيل كليا من أن تعرف. فالأستاذ النورسي يقول لا، نحن لا نذكر الشبهة، نذكر الحقيقة الجواب. هذه الحقيقة إن كان في قلبه شبهة يعرف هذا جواب الشبهة، والذي ليس في قلبه شبهة هذا ما أخذ كحقيقة. ماذا يقول؟ شوف السطر الأخير،
أما الشبهات فقد أجيبت عنها بواجبة قاطعة من دون ذكر الشبهة نفسها، وذلك لئلا تتكدر الأذهان، لئلا تتكدر هذا جدا مهم. يمكن تعبته، خلينا نأخذ هذا أيضا، باقي بسيط نمشي ولا نأخذ. نعم، حكمة التكرار، هل في القرآن تكرار؟ لا، ما موجود تكرار، لا موجود وأكثر، موجود وأكثر. كأنما البلاغيون قالوا التكرار يقلل من البلاغة، ليس دائما هذا، ليس دائما. الآن أنا أشرب ماء، بعد 5 دقائق أشرب ماء، بعد 20 دقيقة أشرب ماء. الله الله، هل ممكن واحد يقول أنت قبل شوية قبل قليل أنت شربت ماء؟ زين، الآن نروح للأكل، الظهر أكلته والصبح أكلته، الآن تأكله؟ نعم نأكل. لماذا؟ يحتاج الجسم، يحتاج إلى هذا. فالأستاذ النورسي يربط هذا بالتكرار، يقول كما أن حاجات الجسمية بحاجة إلى تكرار. أنا تنفست بعد دقيقة، الله الله، الآن تنفست أنت قبل دقيقة، قبل أقل من دقيقة أنت تنفست، الآن أيضا تريد، وأخذ ثالث وأخذ رابع وأخذ 10 وأخذ 100. هل أحد يقول لي والله هذا تكرار؟ لا، ضروري الجسم يريد هذا. أكلت أكل وأخذت كذا، فكلها إلى مراتب. فماذا يقول الفقرة الثانية؟ اعلم أنه كما أن الحاجات الجسمانية مختلفة في الأوقات، فإلى بعض في كل آن كالهواء، وإلى قسم في كل حرارة المعدة كالماء، وإلى صنف في كل يوم كالغذاء، وإلى نوع في كل أسبوع كالضياء، وإلى طائفة في كل شهر، وإلى بعض في كل سنة كالدواء، كلها في الأغلب قص على ذلك. كذلك إن الحاجات المعنوية الإنسانية أيضا مختلفة الأوقات، فإلى قسم في كل آن هو، يعني قل هو الله واحد، هو الله والله، وإلى قسم في كل وقت كبسم الله، وإلى قسم في كل ساعة كلا إله إلا الله، وهكذا في قسم. فتكرار الآيات والكلمات للدلالة على تكرر الاحتياج، هذا واحد، وللإشارة إلى شدة الاحتياج، هذا اثنين، ولتنبيه عرق الاحتياج وإيقاظه، وللتشويق على الاحتياج، ولتحريك اشتهاء الاحتياج إلى تلك الآخرة المعنوية. الفقرة الأولى نسينا، اعلم أن القرآن لأنه كتاب ذكر، شوفوا جدا هذا مهم، نعرف القرآن، ما هو القرآن؟ كلام الله، آمنا، لكن كتاب ذكر، نعم، وكتاب دعاء، نعم، وكتاب دعوة، نعم، وكتاب دعوة، يكون تكراره أحسن وأبلغ، بل ألزم، ضروري. لماذا؟ إذا الذكر يكرر، أنت تذكر الله، إيه الله، قلت كافي، تكافي، الله 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 الله، ما هكذا نعمل؟ لأن حاجة. والدعاء يردد، يا ربي يا ربي ابني كذا، يا ربي بنتي كذا، يا ربي يا ربي، مرة نقول ايه خذ هذا كافي، لا مو كافي. والدعوة تؤكد، انا اقول تفضل، اسمك انت نعمان، نعمان تفضل اليوم بيتنا، والله استاذ عندي شغل، ايه نعم كافي هذا، هكذا لا، تفضل نروح نجلس وكذا. الدعوة تؤكد، فكيف الدعوة الى الله؟ فكيف الدعوة الى القرآن؟ لا تؤكد. إذ في تكرير الذكر تنوير، تكرير الذكر تنوير، عندما تقول اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا، كلما تقرر كلما تتنور. وفي ترديد الدعاء تقرير، يا ربي ابني مريض، زوجتي كذا، أختي كذا، أبوي كذا. وفي تكرار الدعوة تأكيد، إيه تعال، لا لا كافي، ما تجي، هل هذا معقول؟ لا. والسلام عليكم.